الثالث لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين ونعلين. نعم، هذا بالنسبة للرجل، الرجل يلبس إزارا ورداء، أما المرأة تلبس ما شاءت من الثياب. الرجل يلبس ردائين، رداء وإزارا، والأفضل أن يكون أبيضين، الأفضل أن يكون أبيضين، ويلبس نعالا ولا يلبس خفا. يلبس نعالا سيأتينا في محظورات الإحرام إن شاء الله تعالى. فهذا بالنسبة للرجل وليس المرأة. نعم.